بعد انتهاء هذه الهدنة، خصوصا في ظل التهديدات المتصاعدة من قبل قادة إسرائيل باستمرار هذه المعركة وبوتيرة أعلى. كيف تقرأ مثل هكذا مخاوف لدى البعض من استمرار الحرب؟ التساؤلات أيضا، هل من الممكن أن يكون هناك حدث جديد ربما يغير المعطيات يدفع إلى إطالة الهدنة أو إيقاف إطلاق النار؟ ذلك مرتبط بالمواقف الدولية بطبيعة الحال، وبالدول التي تدعم العدوان، الدول الخمس التي تدعم العدوان، وأيضا ذلك مرتبط بتطبيق يعني قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة وبالموقف العربي. يعني إذا كان هناك موقفا عربيا إسلاميا حازما وحاسما، قطعا سينتهي هذا العدوان. ولو كان هذا الموقف من الأساس يعني حاضرا وموجودا، بعيدا عن التصريحات الصحفية والتصريحات التي كان الهدف منها ذر الرماد بالعيون، لما استمر هذا العدوان، ولا يعني كان هذا الإغال، وكان يعني كان هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والخسائر الكبيرة التي يعني لحقت بأبناء شعبنا بقطاع غزة. مرة ثانية، هذا مرتبط يعني بالمجتمع الدولي. صحيح قادة الاحتلال صرحوا هذا، يعني هذه مواقف استراتيجية وليست تكتيكية وليست يعني من قبيل الضغط. الاحتلال ما زال يعني يمارس هذا العدوان على قطاع غزة، والاحتلال لم يحقق أي من الأهداف السياسية للحرب بطبيعة الحال. لا في المرحلة الأولى قد يكون حقق جزءا من هذه الأهداف، وهو تدمير البنية التحتية لقطاع غزة وضرب يعني كل مجريات الحياة والتهجير وكل ذلك، ويعني إيقاع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا. هذا حصل في المرحلة الأولى، ولكن يعني من المرحلة الأولى أيضا كان تدمير المقاومة ويعني تقليم أظافرها وضرب بنيتها التحتية. هذا لم يحصل بطبيعة الحال، لكن الهدف الثاني من العدوان على قطاع غزة لم يتحقق بالمطلق، وهو تحرير الأسرى. نتنياهو كذب على الشارع الإسرائيلي وعلى ذوي الأسرى وعلى العالم الذي اشترى منهم مزيدا من الوقت، بأنه سيكون لديه، إذا كان لديه مزيدا من الوقت سيقوم بتحرير الأسرى، ووضع مجمع الشفاء هدفا لذلك. احتل مجمع الشفاء، وبالنسبة لنا ليس له أي دلالة أو رمزية عسكرية. الشفاء هو مشفى بطبيعة الحال، ولكن الهدف الأساسي لهذا العدوان بالمرحلة الثانية وإطالة أمد العدوان وهذا التدمير من أجل تحرير الأسرى لم يحصل. أنا أعتقد أن الاحتلال بعد أن قال قبل الحرب البرية بأنه استهدف 12,000 يعني هدف، نحن لم نرى أنفاقا ولم نرى يعني قادة أسرى من المقاومة، ولم نرى تحريرا للأسرى، ولم نرى دبابات أو مواقع. وبعد الهجوم البري قال بأنه ضرب أكثر من 5,000 هدف. نحن نتساءل ما هي الأهداف العسكرية التي ضربها؟ ولكن مرة أخرى، هذا الاحتلال لديه بعدا إجراميا. نتنياهو على الصعيد الشخصي هو يريد أن يكون في سدة الحكم، ويريد بالعكس أن يوسع هذه الحرب لتشمل الشمال.